خلينا برضو نتكلم عن فعاليات أخرى، وهنروح لختام فعاليات النسخة الثانية من بطولة البوسكو الدولية للبادل اللي بتستضيفها مصر، وتفاصيل كتيرة ومقامة فين، هي مقامة في العاصمة الإدارية، طب إيه السبب تحديدا، طب هتقدم إيه، كل ده خلينا نشوفه من خلال التقرير. دي طبعا تاني بطولة دولية فعلا في العاصمة الإدارية، وحاجة بنفخر بيها ان احنا نكون موجودين هنا في العاصمة الإدارية، اللي احنا عارفين ان هي مدينة هيكون ليها مستقبل كبير جدا في مصر اكيد وعلى المستوى الإقليمي والدولي. احنا برضو دي يمكن تاسع بطولة دولية بتتعمل في مصر من السنة اللي فاتت، مصر اصبحت مركز بطولات دولية كبير جدا، يمكن احنا السنة اللي فاتت كنا تاني اكتر بلد في العالم بتنظم بطولات دولية. الهدف منها ان احنا ندي فرصه لاولادنا ولاعبينا ولاعباتنا ان هم يحتكوا بمستويات عاليه جدا، ده شيء مطلوب جدا في رياضه البادل. كان فكرنا ان احنا لما بنستضيف بطولات كتيره هنا بنسهل على اللعيبه المصريين ان هم يشاركوا، بيبقى في اشتراك اكبر من اللعيبه المصريين، فالحمد لله خطتنا ماشيه بصوره كويسه، وفعلا بدانا نتحول مع الوقت نكون من المراكز المهمه على مستوى العالم في البطولات الدوليه للبادل. البطولات دي بصراحه فرصه للعيبه كلها المصريه ان هي تحتك باللعيبه والليفل العالمي، عشان هي بتوفر على لعيبه كتير قوي بدل ما تسافر وتروح بره تتغرب عشان تلعب البطوله، البطولات دي بتجي لنا هنا في مصر، فبقى عندنا فرصه ان احنا نشوف الليفل العالمي عامل ازاي والفروقات اللي بيننا وبين اللعيبه العالميه عامله ازاي، ونحاول نشتغل على ده ونطور من نفسنا يعني. فطبعا احنا مبسوطين قوي ان البطوله دي موجوده، وان شاء الله نتعلم منها ونتحسن يعني. انا وصلت فاينل في البطوله الانترناشونال، لسه مخلصه الفاينل دلوقتي اهو، بس للاسف خسرت، كنت بلعب 2 المان، وعندي دلوقتي فاينل في البطوله اللوكل، فان شاء الله يعني اكسب. البطوله كانت جامده قوي، كان في انترناشونال بلايرز كتيره، بس يعني الحمد لله قدرنا نوصل فاينل فيها، بس كان عندنا يعني تاف لك في الاخر، ما قدرناش نحقق المركز الاول. طبعا بيفرق قوي يعني، احنا زي النهارده السنه اللي فاتت كان في نفس البطوله، ما كناش عارفين نلعب خالص مع اجانب، لان احنا كنا برضو لسه داخلين اللعبه جديد وكده، بس مع الاحتكاك وكميه البطولات اللي اتعملت السنه اللي فاتت واول السنه دي فرقنا جامد قوي وتحسننا قوي، وبقينا اللي هو تقريبا نفس المستوى يعني. احنا الحمد لله السنه اللي فاتت البطوله تمت بنجاح قوي، عشان كده قررنا نعملها تاني. السنه اللي فاتت جبنا حوالي 20 فريق من بره وكنا مبسوطين قوي بالرقم، السنه دي احنا الحمد لله عندنا فوق ال 100 فريق مسجل من 15 دوله مختلفه، فده كان نجاح جامد قوي بالنسبه لنا، وده بيدل على مدى نجاح وتطور اللعبه عالميا، وكمان في المحلي احنا كمان اللعيبه المصريه من السنه للسنه اتحسنوا قوي في نفسه بشكل قوي جدا السنه دي كمان. زي ما حضراتكم شفتوا في التقرير، هي من يوم 17 ليوم 20، يعني هي بقى لها تقريبا يومين منتهيه، مش حاجه جديده بنتكلم فيها، لكن في نفس الوقت برضو مهم ان احنا نشير عليها، لان طبعا كانت بحضور او تحت رعايه وزاره الشباب والرياضه، زي ما سمعنا برضو في التقرير بتتكلم من 400 لاعب يعني من 15 كمان دوله تحديدا، فده بتتكلم برضو حاجه هيوج يعني، مش حاجه معموله على سبيل مثلا حاجه محليه او حاجه صغيره، لا طبعا بتتكلم برضو في الجوائز الماليه 20,000 يورو للبطوله الدوليه، وده اعتقد رقم محترم جدا، 200,000 جنيه للبطوله المحليه، و50,000 جنيه لبطوله الجامعات، مفيش حاجه لبطوله القنوات مثلا، ده حقها اللي تشارك يعني اي حاجه على كل حال.